تحياتي شباب صوايا بفيديو جديد. اليوم راح احكي عن ارخص موبايل محترم ممكن تقتنيه للتطبيقات الاساسية والاستخدام اليومي. موتو جي 10 من موتورولا، يعتبر من فئة الانتري ليفل. سعر الجهاز على امازون تقريبا 110 دولار. بالنسبة لي جبت جهاز من امازون اسبانيا ب 107 يورو، واصل على باب المنزل. وزن الموبايل 200 جرام، بفريم بلاستيك، بيدعم شريحتين نانو سيم كارد بالإضافة لكارت ذاكرة مايكرو اس دي. مخرج الصوت من جهة واحدة بسبيكر جيد الأداء، لكن من السهل انك تحجب الصوت بكل سهولة أثناء اللعب. الجهاز بيدعم 3.5 ملم سماعات رأس بالإضافة ل USB Type-C. تم إصدار الجهاز ب 16 شباط من هي السنة من 2021. الشاشة 6.5 إنش برزولوشن 1600x720 ب 969 ppi، يعني الإضاءة حتى لو قويتها على الآخر رح تبقى منخفضة وغير مناسبة للرؤية تحت الشمس. المعالج سناب دراجون 460 11 نانومتر. أكيد المعالج ليس الأفضل بالسوق، لكن بيفي بالغرض بالنسبة لهي الفئة السعرية. الجهاز بيجي بأندرويد جوجل 11 وبلمسة موتوريلا المعروفة. قوة الجهاز بتكمن بالبطارية اللي هي 5000 ملي أمبير، كافية إنها تخليك بعيد عن الشاحن لمدة يومين، لكن للأسف الشاحن اللي بيجي مع الجهاز هو فقط 10 واط. الذاكرة العشوائية 4 جيجا، والسعة التخزينية 64 بالإضافة ل 128 جيجا. الكاميرا الأساسية جيدة جدا، وبصراحة تفاجأت بأداء الكاميرا بضوء النهار، لكن بالتصوير بإضاءة منخفضة بينت العيوب. ولا تفكر اطلاقا انك تعمل زوم، اطلاقا شيل الفكرة من بالك احسن ما تصير ضحوكة. الالترا وايد كاميرا 118 درجة بفتحة عدسة 2.2 ب 8 ميجا بكسل، نوعا ما جيدة، بالاضافة لكاميرا اضافية اللي هي مايكرو 2 ميجا بكسل. بالنسبة لبابجي موبايل وباقي الالعاب، لازم تفعل من نظام اندرويد اجبار الجهاز على تشغيل الانتي ألسينك 4X، لانه بدون الرسومات رح تكون سيئة جدا. لكن بصراحة تفاجأت جدا بالاداء، كيف ما في لاك حتى ببوت كامب وب 30 فريم. وبالخلاصة الموبايل ممتاز لفتح التطبيقات الاساسية مثل تويتر، يوتيوب او حساباتك البنكية والايميلات. واذا عندك اخ صغير وحابب تحصله موبايل، فسعره مناسب واداؤه مقبول بهيك سعر. بالنسبة لي جبت الموبايل لحسن المحتوى هون بالقناة، لأنه كاميرا الهاند كام كانت مناسبة جدا لشاشة تاب سامسونج S7، وبالأصل جبت الموبايل من إعلانات القناة. فشكرا لكم على المشاهدات والدعم، ورح أترككم هلأ مع جيم بلاي هاند كام، واللي أشوفكم فيديو جديد تقبلوا مني أطيب التحيات من قناتكم كل باي سيانس. سلام. الله حيو. الموتو جي.
يا جماعة والله ما في لاج، هذا جهاز حقه 100 يورو. يا الله والله ما في لاج، ليه؟ هلا شو بدك بهي 60؟ كذب هي 60، بس انه والله برافو. انا مشكلتي بس انه ما عم اشوف شلون تلعبوا بالموبايلات. يا الله ما عم اسمع كمان. لا بدنا نحب بعض. ورك ابلع. يا جماعة بس والله ما في لاج، لعبة خفيفة كمان، بس مشكلتي الكنترول ما احسن اتحكم منيح. وين زر الانبطاح؟ في واحد بكمبر جوا الداون، ما بعرف وينه. ان شاء الله بس يرمي شوي، خلينا نشوف بس وينه. يا جماعة والله العظيم انتو ابطال، شلون عم تلعبوا بالموبايلات يا جماعة؟ يا الله والله ما شايف. يا مويايدي من وين الصوت؟ انا ما بعرف. هتا رمي علي قلتك؟ لنطلع هالبرج احسن شيء. لعمة يا الله والله نقزني ولك يلعن. شو هذا شو طينت؟ هذا شو طينت؟ هذا اللاعب شو بشو معجون هذا؟ هذا هيك معجون عجن بالكمبرة يا محمد. هيك يا عم قتلني قتلني مشان الله قتلني، بس والله نقزني يا جماعة. الله أكبر عليك.